لنرى الآن كيف تؤثر هياكل الرنين على الذرات المهجنة وكيفية تأثيرها على الشكل الهندسي المركب. لنأخذ أكثر مثال شيوعا وهو هذا المركب. وإذا كنتم تتذكرون من الفيديوهات السابقة عن المجموعات الوظيفية، هذه الصيغة هي الصيغة المعبرة عن الأميدات، مجموعة الكربونيل بجانب النيتروجين بهذا الشكل. والآن ما هي حالة التهجين في النيتروجين هذا؟ وتذكروا كنا نجد حالة التهجين عن طريق حساب عدد ستيريك، وهو عدد روابط سيجما زائد عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة. إذا حول هذا النيتروجين هناك 3 روابط سيجما وزوج واحد فقط من الإلكترونات الغير رابطة، يعطينا عدد ستيريك 4، وهذا يعني أن تهجين النيتروجين هو SP3. نعم، هل هذا النيتروجين هو فعلا مهجن SP3؟ إذا كان مهجن SP3 فإنه سوف يظهر بشكل هندسي هرمي ثلاثي الزوايا حوله. والآن دعونا نحاول تكوين هيكل رنيني لهذا المركب. لدينا زوج من الإلكترونات الغير رابط على النيتروجين بجانب رابطة باي من مجموعة الكربونيل. نعم، ويمكن أخذ هذا الزوج من الإلكترونات ويمكن نقله هنا لتشكيل رابطة باي جديدة بين الكربون والنيتروجين. هذا سيجعل الكربون ينتهك قاعدة الثمانية، إذن يجب أخذ رابطة باي من الكربونيل ونقل إلكتروناتها هنا عند الأكسجين. إذن لنرى على ماذا سنحصل الآن. لنرى هنا إذا نقلنا الإلكترونات هكذا، مجموعة R هنا، والأكسجين كان لديه زوجين من الإلكترونات الغير رابطة حوله. نعم، وقد حصل على زوج آخر من رابطة باي القديمة. إذا الآن سيبدو هكذا، الكربون كان لديه رابطة واحدة بينه وبين النيتروجين، لكن زوج الإلكترونات الغير رابطة من النيتروجين دخل لتشكيل رابطة باي وحصلنا على هذا كهيكل رنيني. الآن لنعين الشحنات على الذرات. هذا الأكسجين لديه شحنة سالبة، نعم، والنيتروجين لديه شحنة موجبة. شاهدوا الفيديوهات عن حساب الشحنات لذرات المركبات المختلفة إن كنتم لا تعرفون كيف يمكن تعيينهم بعد. والآن ما هي حالة التهجين للنيتروجين في هيكل الرنين هذا؟ حسنا، الآن لدينا 3 روابط سيجما حوله، لأن واحدة من هذه هي رابطة باي. إذا هناك 3 روابط سيجما وبدون أي زوج من الإلكترونات الغير رابطة، هذا يعطينا عدد ستيريك 3، وهذا يعني أن تهجين النيتروجين هو SP2. الآن أي هيكل رنيني هو المساهم الأكبر من هذين الهيكلين؟ إذا كان تهجين النيتروجين SP3 أم SP2، تذكروا هياكل الرنين، تذكروا جيدا، لا يتردد صداها ذهابا وإيابا. هذا النيتروجين لا يغير أو يبدل من التهجين SP3 إلى التهجين SP2 أو العكس. لن ينتقل من الشكل الهندسي الهرمي ثلاثي الزوايا هنا على اليسار إلى الشكل الهندسي المستوي ثلاثي الزوايا على اليمين. طبعا اتضح أنه عندما يكون زوج الإلكترونات الغير رابطة يساهم في هيكل الرنين، طبعا وكل هذه الإلكترونات تساهم في هيكل الرنين، فإن هذا الزوج من الإلكترونات يجب أن يحتل المدار بي، وهذا يدلنا على أن تهجين هذا النيتروجين هو من نوع SP2، لأنه حينها سيكون لديه مدار بي غير مهجن. طبعا التهجين SP3 لا يوجد لديه ذلك. إذن هذا النيتروجين في الواقع تهجينه هو من النوع SP2 كما ذكرنا، ولديه إذن شكل هندسي مستوي للذرات حوله. لنلقي نظرة أقرب على التهجين في هذا الجزيء. لدينا الجزيء هنا، إذن هذه هي الصيغة البنائية له، وقد أثبتنا هنا بالرغم أن هذا النيتروجين يبدو كأنه SP3 إلا أن لديه زوج من الإلكترونات الغير رابطة، وهذا يدل على أن تهجينه هو من النوع SP2، وأثبتنا ذلك في الأعلى. ماذا عن هذا الكربون؟ هنا لديه 3 روابط سيجما، إذا 3 روابط سيجما، ولديه طبعا ولا زوج من الإلكترونات الغير رابطة، إذا 3، وهذا يعني أن تهجين هذا الكربون هو في الواقع من النوع SP2. لديه شكل هندسي مستوي ثلاثة الزوايا من كل الذرات حوله. بما أن الأكسجين مرتبط مع الكربون، فإن الأكسجين سيكون في ترتيب الشكل المستوي الثلاثي الزوايا، وهذا الأكسجين لديه رابطة سيجما واحدة حوله هنا طبعا، وزوجين من الإلكترونات الغير رابطة، لذا هو أيضا مهجن SP2، وهذا يشير أن هذا الأكسجين سيكون لديه مدار بي. إذا تهجين الأكسجين النيتروجين والكربون هو من النوع SP2، جميعها من النوع SP2، وهذا يعني أن كلها سيكون لها مدار بي، والترتيب لهذه الذرات يجب أن يكون مستوي أو مسطح، لأن الكربون هو مستوي والأكسجين هو مستوي. إذا هذه الذرات تجبر أن تكون في شكل هندسي مستوي. وإذا أردتم طبعا تمثيل كل هذه الذرات على ورقة مسطحة، بما أن هذه الذرات تظهر في شكل هندسي مستوي، إذا يمكن وضع كل هذه الذرات على ورقة مسطحة. إذا لنحاول
رسم هذه الذرات ونبين الشكل الهندسي المستوي فيها، كلها مسطحة على الورقة. والأكسجين طبعا لديه مدار بي، بما أنه مهجن SP2، إذا سأضع مدار بي هنا، ونفس الشيء للكربون ونفس الشيء للنيتروجين. إذا الإلكترونات في هيكل الرنين تنتشر أو في حالة عدم تمركز في المدارات بي، وعدم التمركز لهذه الإلكترونات طبعا كما تعلمون عدم تمركزها يعطي استقرار أو ثبات لهذا الجزيء. إذا رابطة الأميد هي قوية جدا، وهذا شيء مهم في الكيمياء الحيوية. الرابطة بين الأميد وإثام حمض الأميد تسمى رابطة البيبتيد، وهذا ما يربط البروتينات مع بعضها. يتبين لنا أن هذه المجموعة الوظيفية مع علاقة قوية أو مهمة جدا بين الكربون والنيتروجين، وهذا عمليا ربط قوي جدا، والذرات هي مستوية كما ذكرنا. إذا هذا مفهوم مهم في الكيمياء الحيوية حتى تفهم أو تفهم كيف يؤثر هيكل الرنين على التهجين. لنأخذ مثالا آخرا الآن، حيث يؤثر هيكل الرنين أيضا على التهجين فيه، ولنتناول الآن البيرول. سأرسمه هنا، زوج من الإلكترونات الغير رابطة على النيتروجين مرة أخرى. أولا سننظر إلى النيتروجين ونتساءل ماذا نتوقع أن تكون حالة التهجين هنا، 3 روابط سيجما وواحد زوج من الإلكترونات الغير رابطة، وسأتوقع التهجين لهذا النيتروجين هو من النوع SP3، هل هو كذلك؟ ولنرى إذا كان بالإمكان رسم أي هيكل رنين. حسنا، زوج من الإلكترونات الغير رابطة بجانب رابطة باي، إذا سآخذ هذه الإلكترونات الغير رابطة وأنقلها هنا، وهذا يعطيني روابط كثيرة لهذا الكربون. لذلك رابطة باي القديمة يجب أن تنتقل، ستنتقل وتطرد هذين الإلكترونين من رابطة باي هنا إلى هذا الكربون هنا. إذا لنرى كي هيكل الرنين الذي سينتج من حركة هذه الإلكترونات. نعم، سأرسم هيكل الرنين الجديد هنا، وهذا الزوج من الإلكترونات سينتقل هنا ليشكل رابطة باي جديدة بين النيتروجين والكربون. هذا الزوج من الإلكترونات تحرك إلى هذا الكربون، ومن ثم هذه الرابطة القديمة باي بقيت هنا. لنفحص إذا كان هناك أي شحنات. إذا فحصنا الشحنة على هذا النيتروجين هنا سيحصل على موجب واحد. ماذا عن هذا الكربون أسفل؟ طبعا هذا الكربون لديه هيدروجين موصول به أصلا بهذا الشكل. طبعا وهذا يعطينا 3 روابط لهذا الكربون وزوج من الإلكترونات الغير رابطة، وستكون الشحنة سالبة عليه. إذا الكربون هو أيون، إذا الكربون مشحون بشحنة سالبة كما ذكرنا. الآن لنفحص حالة التهجين للنيتروجين. نعم، هذا النيتروجين لديه الآن 3 روابط سيجما حوله، وصفر زوج من الإلكترونات الغير رابطة، وهذا يعطينا عدد ستيريك 3، ويعني أن التهجين هو SP2، التهجين SP2. وبما أن هذا الزوج من الإلكترونات الغير رابطة يساهم في الرنين، حسنا، هذا النيتروجين هو مهجن SP2 كما ذكرنا، ومشابه لنفس الحالة حيث زوج الإلكترونات الغير رابطة تحتل المدار B، والنيتروجين مهجن SP2. ما هي هياكل الرنين الأخرى التي يمكن رسمها؟ يمكن القول لدينا طبعا شحنة سالبة بجانب رابطة باي، إذا يمكن نقل هذه الإلكترونات هنا، وهذه الإلكترونات ستطرد إلى هذا الكربون لهيكل الرنين التالي. إذا دعونا نرسم هيكل الرنين الآخر. هذه رابطة باي القديمة شكلت رابطة باي جديدة، ولدينا زوج من الإلكترونات على هذا الكربون هنا. النيتروجين هنا لديه هيدروجين، إذا الشحنة عليه هي موجب واحد، والكربون هنا سيكون مشحون بشحنة سالبة هكذا. يمكن المتابعة طبعا في هياكل الرنين. يمكن القول هذا الزوج من الإلكترونات يمكن نقله هنا، ولكن سيكون هناك روابط عديدة لهذا النيتروجين، وهذا يعني هذه الإلكترونات ستطرد إلى هذا الكربون هنا. لذا على ماذا سنحصل؟ دعونا نرسم هيكل رنيني هنا، النيتروجين مع الهيدروجين، وسأضع هيكل الرنين هنا. هذه كانت رابطة باي القديمة، لم نحركها طبعا، وهنا هذه الإلكترونات انتقلت هنا إلى النيتروجين هكذا، ومن ثم هذه الإلكترونات انتقلت طردت إلى هذا الكربون هنا. لنرى شحنات الذرات الآن، دعونا نرى الشحنات. الآن الشحنة السالبة هنا، وهذا النيتروجين هو مشحون بالموجب. إذا هذا هيكل رنين آخر مقبول أيضا. يمكن رسم هيكل رنين آخر، يمكن إظهاره مثلا حركة هذين الإلكترونين إلى هنا لتشكيل رابطة باي جديدة. هذا يعني أن رابطة باي القديمة ستطرد إلى هذا الكربون هذه المرة. لنرى ماذا سيعطينا هذا الهيكل. نعم، بهذا الشكل.
رابطة باي القديمة على اليمين، سنعمل رابطة باي جديدة هنا، ومن ثم الشحنة السالبة هي هنا على هذا الكربون. إذا زوج من الإلكترونات الغير رابط على هذا الكربون يعطينا شحنة سالبة هنا، والنيتروجين ما يزال بشحنة موجبة. يمكن العودة إلى الهيكل الرنيني الأصلي، يمكن العودة إلى هذا متى؟ عن طريق ظهر حركة الإلكترونات من هيكل الرنيني الأخير هذا. حسنا، إذا انتقلت هذه الإلكترونات هنا، ومن ثم هذه الإلكترونات تحركت إلى مقابل النيتروجين، سنعود إلى الهيكل الرنيني الأصلي لهذا الجزيء. رائع، قمنا بالتدرب على بعض هياكل الرنين هنا. حسنا، والهدف من هياكل الرنين هذه لنبين لكم معظم الوقت أن النيتروجين لديه رابطة باي متصلة به دائما، وتهجينه هو من النوع أسبيتو كما ذكرنا في الأعلى. حسنا، لنأخذ مثالا آخر الآن مشابه لهذا، ما عدا أننا سنستبدل النيتروجين مع الأكسجين لنرى ماذا يحدث إذا بدلنا النيتروجين بالأكسجين. يجب أن يكون هناك 8 إلكترونات حول الأكسجين، إذا سأضع زوجين من الإلكترونات الغير رابط حوله. وإذا فكرنا في حالة التهجين للأكسجين الآن، رابطتين سيجما زائد زوجين من الإلكترونات الغير رابطة يعطينا 4. هذا الأكسجين مهجن SP3. إذا رائع، هل هو فعلا مهجن SP3؟ حسنا، هذان الزوجين من الإلكترونات الغير رابطة يمكن أن تنتقل هنا، ومن ثم هذه الرابطة باي تنتقل إلى هذا الكربون. إذا لدينا هيكل رنيني هنا لهذا الجزيء، سأرسمه بهذا الشكل، وهنا رابطة باي تشكلت هنا، ورابطة باي القديمة ستكون هنا، ولدينا زوج من الإلكترونات الغير رابطة على هذا الكربون، وما يزال هناك زوج من الإلكترونات الغير رابطة على الأكسجين هذا. ماذا عن الشحنات؟ لدينا كربون أسفل هنا مشحون بشحنة سالبة، نعم، هذا الأكسجين لديه شحنة موجبة، إذا هذه الشحنات المتواجدة على ذرات هيكل الرنين هذا. الآن ماذا ستكون أو ماذا سيكون تهجين الأكسجين؟ رابطتين سيجما، إذا طبعا وزوج من الإلكترونات الغير رابطة 3، إذا SP2، إذا هذا الأكسجين هو مهجن SP2. وبما أن هذا الزوج من الإلكترونات الغير رابطة هنا الموجود بالدائرة الزرقاء يساهم في هيكل الرنين، لذلك يجب أن يكون في مدار P، وهذا يعني أن هذا الأكسجين هو مهجن SP2. إذا هو مهجن SP2. SP2. حسنا، إذا واحد من زوج الإلكترونات الغير رابطة في الهيكل هذا ستساهم في أو سيساهم في هيكل الرنين هنا، ويحتل مدار P كما ذكرنا. أما زوج الإلكترونات الغير رابطة هنا، هذه التي ما زالت على الأكسجين، يجب أن يكون في مدار مهجن SP2 طبعا. إذا هذه حالة جديدة هنا، ولا نملك وقت لرسم كل هياكل الرنين الأخرى، لكنها مثل الهياكل في الأعلى هنا، لذا يمكنكم عمل هذا كتدريب. هذا المفهوم لهيكل الرنين، سنتناول أمثلة أخرى في فيديوهات قادمة. نراكم.